500 مليون دولار أمريكي، أي ما يفوق بقليل 1500 مليون دينار، هو حجم القرض الذي ستتسلمه تونس من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير، وهو مبرمج في قانون المالية للسنة الحالية وموجه أساسا لتعبئة موارد الميزانية، قرض يعتبره المحللون الماليون بمثابة جرعات الأكسجين. نقطة أولى تسجل في إطار التمويلات الخارجية المبرمجة، نعرف مليح إلى حد الآن ثم مشكلة الحقيقة لتونس في توفير التمويلات هذه ضرورية، الشيء اللي رناه بدأت تتأثر ولو جزء بسيط لكن بدأت تتأثر على موجودات العملة الصعبة، ثم ضغط واضح على تعامل تونس بالعملة الصعبة، وبالتالي هذه نقطة إيجابية خاصة أنه احنا مقبلين على جملة من الخلاصات خاصة في السداسي الثاني، اللي التمويلات هذه على الأقل تحط تونس مرتاحة لثم مدخول من العملة الصعبة. أي حركة وأي قرار يتم أخذه في هذا مهما يكون المبلغ هو يكون نوع ما إشارة إيجابية اللي تنجم السلطات تخدم عليه لإقناع أطراف أخرى بأنه يعني إمضاء تونس مازال عنده قيمة. وتحتاج تونس لتمويل ميزانية السنة الجارية إلى تمويلات إضافية للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وفي هذا الإطار قد يكون قرار نظر في استراتيجية الشراكة القطرية بين تونس والبنك الدولي منتصف هذا الشهر خطوة ثانية للحصول على التمويلات اللازمة. 2023 تونس مبرمجة 1220 مليون دينار تمويل من البنك الدولي من جملة التمويلات الخارجية، إذن هذه حاجة مهمة. بالطبيعة اللي نحن اليوم نحكيه على عودة علاقات بصفة طبيعية، ما هي ما تقطعتش ما شادت كما قلت لك نوع من الفتور، مش معناها مش ناخذهم بالوقت. احنا هذا برنامج 23-27 في جملة من المشاريع، نفهم مليح للبنك الدولي هو استراتيجية نتاعه واضحة في أي بلاد، هو أول حاجة يعاون البلد أنه يتحمل الصدمات وبالتالي يوفر لك تمويلات، لكن تمويلات في إطار إصلاحات، دونك باقي مازلنا نحكيو على الإصلاحات اللي لازم تصير في الاقتصاد التونسي. بالنسبة لي صندوق النقد الدولي المهم ماهوش 1.9 مليار، المهم أنه باش يعطي دفع وإشارة إلى خاصة المنظمات الدولية الأخرى والبلدان الصديقة والشقيقة أنه عندنا ضمان من طرف صندوق النقد الدولي وعلينا أنه نخمم في الإصلاحات اللازمة. وبالتوازي مع توتر الحديث حول الإصلاحات وعلاقتها بصندوق النقد الدولي، تطرح مسألة التعويل على الذات من خلال الاعتماد على جملة من القطاعات ومدى استجابتها لأهداف النمو. عندنا قطاعات نجم نحسن الموارد نتاعها وبالتالي نقصوا الطلب على التمويلات الخارجيه. اهم حاجه اذا الناس تعرف هي الفوسفات، لكن هذا اول حاجه يلزم يطلب اللي احنا نرجعوا الاسواق نتاعنا اللي هربت علينا السنين اللي فاتت، ويلزمنا نجموا نسوقوا الانتاج اللي هو ديجا موجود. والسياحة يلزمنا نحافظوا معناها على الموسم السياحي اللي هو بوادر نتاعو طيبة وإن شاء الله تتحقق، كيف كيف يلزمنا نشجعوا التوانسة، نزيدوا نلقاو كيفاش التوانسة بالخارج نشجعهم مش فقط يعمل تحويلات إنما يستثمر، هذه نقطة مهمة برشا. كما يتفق جل العارفين بالشأن الاقتصادي على أن تخطي أزمات شح الموارد لا يمكن تجاوزه إلا بالعمل الجاد لخلق الثروة والارتقاء بالبلاد إلى أفق أرحب.